طب انت لما تيجي تعمل كلينيكال اكزامينشن يعني اول حاجه حد كده يعمل لنا ادمنستريشن بعد كده رقم 8 بعد كده رقم 7 بيديني ده عباره عن ايه؟ صوره كامله للليفر. هل في مشكله موجوده في اللوبس؟ هل في مشكله موجوده في الفينز؟ هل في مشكله موجوده في البون بلادر ولا لا؟ تمام؟ باجي امسك الحيوان واحط عندي ايه؟ الجيل. وابدا انا بتاع الفروز ده ليها فروز مجمدين، اول ما نبدا الفروز ده لحد ما نخش على عظمة الحوض دي كلها البط. دي هنا بيبقى فيه دايفرام، فيه جزء من البط جوه الدايفرام ده عشان يزيد المساحة من جوه.